السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة جاية لكم بوصفة جانبية، وهي الرز بالبسلة او بالخضار المشكل. وصفة جميلة وسهلة، وبنعملها جنب اي حاجة. يعني انا عاملاها جنب فراخ مشوية، ممكن نعملها جنب كفتة، نعملها جنب اي حاجة، او ممكن نضيف جواها فراخ او لحمة او كده. انا عاملاها النهاردة بدون اضافات. معايا مقادير الوصفة: كوبايتين رز بسمتي، ومعايا هنا الخضار المشكل عبارة عن بسلة، جزر، وفاصوليا خضراء، وذرة. دوت كيس خضار مشكل زي ما احنا عايزين، طبعا بنستخدم الكمية اللي احنا حابينها. وهنا عندي دي البهارات اللي انا هستخدمها معايا في الوصفة، وهي عبارة عن كاري، كركم، ودي بودرة زعفران، ومعايا ورقة لورا، فصين حبهان، وفصين قرنفل. وهنا عندي المية، طبعا المية حسب الرز. انا الرز اللي عندي دوت مثلا كوبايتين من الرز، هحط لهم 3 كوبايات من المية. طبعا كل رز على حسب، فالرز ده مش بيستخدم الكوباية لكوبايتين، لا بيستخدم الكوباية، يعني الكوبايتين تاخد 3 كوبايات مية. وهنا عندي معلقة زيت. يلا بينا نروح نشوف هنعمل الوصفة ازاي. اول حاجة هنا انا جبت حلة على النار، حطيت فيها معلقة الزيت وسبته يسخن. هنزل بقى بكل الحاجات اللي هتديني ريحة، اللي هو هحط القرنفل والحبهان واللورة. طيب انا هعمل ايه في الاول؟ انا هقلب دول كده مع بعض، انا عشان عايزاهم يطلعوا ريحة. فهعمل ايه؟ هقلبهم كأني بحمصهم كده مع بعض كويس جدا، اهو بالطريقة دي كده، تمام اهو. حمصهم، اول لما اشم ريحتهم هحط على طول البهارات اللي هي الكاري والكركم، ومش هحط دلوقتي الزعفران، هحط الكاري والكركم بس. هنا هو انا شميت ريحتهم كده ظهرت وبدأوا يعملوا ريحة حلوة، هبدأ انزل بالبهارات اهو. انا هنا حطيت الكركم مع الكاري وهقلبهم كده كويس جدا، ما بحمصهمش قوي علشان ما يتحرقوش مني ويدوني طعم ممرر. يا دوبك بس بقلبهم تقليبه كده بيطلعوا ريحتهم، وبعد كده ايه ببدأ احط على طول الرز والبسله واقلبهم كويس جدا اهو. طيب دلوقتي بقى هنحط الرز زي ما قلت لكم كده علشان البهارات دي ما تتحرقش معايا، هنزل بالرز على طول. طيب هقلبه كده بالطريقة دي اهو، لحد ما كله يبقى اللون الاصفر ده زي ما احنا شايفين كده. هبدأ انزل بعد كده بالخضار اهو، وبرضو هقلب الخضار كويس جدا، تمام. هقلبه كده كويس زي ما احنا شايفين. هحط بقى الملح بتاعه، هملحه كويس. ما بحطش فلفل انا في الرز، ما بحطش فلفل اسود، اللي بيحب يحط فلفل اسود يحط، بس انا مش بحط فلفل اسود في الرز، تمام اهو كده. وبعد كده هنزل بالمية، والمية يستحسن انها تكون مغلية. ولو حسيت انه محتاج ميه زياده هضيف له ميه زياده، مفيش مشكله خالص. ولو عندنا شوربه وعايزين نسقيه شوربه مفيش مشكله برضو خالص اهو، تمام كده. ده شكله اهو بعد ما حطيت الميه. انا هسيبه بقى يغلي، وبعد ما يغلي هوطي عليه وهغطي عليه، وهسيبه بالظبط زي ما قلت لكم قبل كده ربع ساعه، وهقفل عليه وهوريكم شكله في الاخر عامل ازاي. طيب انا بعد ما وصلت للرز بالمرحله دي كده، هو بالظبط خد 5 دقايق. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط انا كنت قايله لكم ان في المقادير في الاول ان انا سايبه بودره زعفران. هعمل ايه فيها بقى؟ بالمنظر ده غويط، وبعد كده هحط لها زي نقطه ميه بس، يا دوبك ادوبها كويس اهو. هدوب البتاع دوت الزعفران ده كويس جدا بالطريقه دي كده، وبعد كده هحطه فوق الرز من غير ما اقلبه، هوريكم ازاي. اهو شايفين الرز معايا بالشكل ده. انا هعمل ايه؟ اهو بودرة الزعفران انا هحطها كده بس من فوق من غير ما اقلب ولا اعمل اي حاجة، اهو بالمنظر ده كده.
بس، وبرضه هغطي عليه وهسيبه يكمل ال10 دقايق. يعني هو كده خد 5 دقايق نشف وشرب ميته كده، بدأ يخش في السوى، فانا حطيت الزعفران ده كده من فوق هغطي عليه واسيبه بقيه الربع ساعه، يعني باقي 10 دقايق يستوي وهريكوا شكله. طيب انا هنا كده الرز عندي خلاص استوى بالطريقه دي اهو، شايفين بقى اللون ده، هعمل فيه ايه بقى؟ هقلبه مع الرز، هيديني بقى رزه لونها اورنج ورزه لونها، ماشي الدخان طلع بس في الموبايل، هيديني رزه لونها اورنج ورزه كمان لونها اصفر، فبيديني لون حلو قوي فيها، وبيبقى طعمه كمان جميل جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ شبه البرياني كده، يعني احنا لو حطينا اللحمه خلاص بقى برياني، فبيديني بالمنظر ده كده رزه اهي لونها احمر، لونها اورنج برتقالي يعني، ورزه لونها ابيض. هغرفه بقى واوريكوا شكله عامل ازاي. شايفين هنا هو انا غرفته هنا، شايفين بقى اللون اللي انا عملته بالزعفران ده اهو، ده اللي بنشوفه في المحلات ومنبقاش عارفين هما ازاي عاملينها بالطريقه دي. طريقتها سهله وبسيطه جدا، وزي ما انا قلت لكم كده بتعمل شكل جميل قوي في الرز، ومع كمان الوان الخضار وكده بيديني شكل وكمان نكهه جميله قوي. جربوا طريقه الرز بالخضار بالطريقه دي، ولو عجبتكم اكتبولي في الكومنت، ونعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.